فيما يتعلق بخارطة الطريق التي تم طرحها من قبل القوات المسلحة الجزائرية ببنودها الأربعة، هل تشمل هذه الخارطة أي ما يمكن أن يقنع الشارع الجزائري بالتنازل أو ربما العودة عن مطالبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد انه ربما الشرط الاساسي او المطلب الاساسي الذي تقدمت به المؤسسه العسكريه وهو التنازلات المتبادله، هذا معناها انه الكل يتنازل عن جزء من المطلبيه او من المطالب، وبالتالي نصل الى توافق او الى عقد اجتماعي او الى حل توافقي او الى مرحله اجماع. اليوم لما نشوف الخطاب نتاع السيد رئيس الدوله المؤقت والذي اعلن فيه وعلى الاقل اوقف الجدل الذي كان حول احقيه او شرعيه او عدم شرعيه بقائه، الان اصبح شرعي بالنسبه للمجلس الدستوري. انتخابات 4 جويلية ألغيت، ومن هنا الآن ربما أهم عنصر اللي راح يكون عامل أساسي في المستقبل القريب وهو إنشاء الهيئة التي سوف تنظم وتراقب الانتخابات، وهذه الهيئة ستكون مستقلة تماما وتكون سيدة وتكون مستقلة عن وزارة الداخلية والرئاسة وغيرها. نعم، ولكن هذه البنود هذه يعني عفوا دكتور، هذه البنود إذا تم تفنيدها، التمسك بالشرعية الدستورية ليس أمرا جديدا فيما أطلقه من قبل جايد صالح. إطلاق حوار بين مختلف الأطراف تم رفضه مرتين في جمعتين متتاليتين. تنصيب لجنة عليا مستقلة للانتخابات، هذا هو الجديد، ربما إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت أيضا رفضت. فهل هناك أي قيمة لهذه المبادرة أو خارطة الطريق؟ لا، أكيد أنه يجب أن نعلم بأن الحراك هذا لا يعمل في الفراغ، ولا السلطة موجودة في فراغ. السلطة أكيد أنها سلطة وتملك المعلومة وتملك القدرة وتملك الإمكانية وتملك الإمكانات وأيضا تملك المبادرة، والحراك أيضا هو يمثل الشارع والمجتمع والشعب، وبالتالي أيضا فهناك نوع من التواطؤ إذا صح التعبير، يعني لا كومبليسيتي، يعني نوع من التواطؤ بين الحراك وبين المؤسسة العسكرية بالضبط. بمعنى اليوم المؤسسة العسكرية تتغذى تماما من طرف الحراك، والحراك أيضا يتغذى تماما من طرف المؤسسة العسكرية، ونجد أن هذه المرحلة بعد 4 أشهر حوالي ما زال نحن في حاجة إلى الحراك، وما نحن ما زال إلى مرافقة المؤسسة العسكرية. لأنه لا أفهم ما معنى التواطؤ سيد الفاضل ما بين الجانبين. الوضعية لا التوافق بين الجانبين هو في 3 أشياء، الأولى السلمية، ثانيا الاستقرار والأمن القومي، ثالثا الوحدة الوطنية. بمعنى هذا يعني توافق وليس تواطؤ. نعم بي. طيب هل يمكن يعني أن نتوقع خطوة تالية؟ لا 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 تفضل. لا 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 اسمحي لي، انا كنت اقصد تواطؤ، ولكن تواطؤ يعني انا ترجمتها من الفرنسيه، ربما ترجمه الى حد ما حاده. طيب بالفرنسيه لا كومبليسيتي، بمعنى انه طيب في حال رفض خارطه الطريق من تفاهمات او شيء من هذا القبيل، في حال رفض يعني خارطه الطريق ليس لدي رفاهيه الوقت، ما هي الخطوه التاليه التي يمكن ان تتخذها السلطه المؤقته حاليا؟ لا السلطة المؤقتة الآن هي موجودة يعني في الحقيقة لا تملك القدرة على إعطاء الحلول، لأنها هي مرفوضة تماما سواء يعني من طرف الحراك، ولكن مع ذلك وجودها وجود دستوري. الآن المنتظر المؤسسة العسكرية يوم الثلاثاء، أكيد أن السيد قائد الأركان سوف يلقي خطاب أو كلمة من خلال هذا الخطب تاع المؤسسة العسكرية، نبني عليها كيفية الخروج من هذا الوضع وما هو المستقبل. لأنه اليوم لما نتكلم على الحراك لم يعد نفس الحراك الذي كان في 22 فبراير والذي طالب بإنهاء العهدة الخامسة، لم يعد نفس الحراك الذي طالب بإسقاط بوتفليقة، لم يعد نفس الحراك الذي طالب بمحاسبة الفاسدين أو غيره. هذا في بعض الولايات فقط دكتور، مطالب ازداد، ولكن بالنسبة للمركز الرئيسي لهذه التظاهرات هذا فيما يتعلق ببعض الولايات فقط، أليس كذلك؟
لا هو اكيد لا لا لا, لا هو, هو, هو هو صحيح انه المطالب شديده في مناطق واقل في مناطق اخرى. اكيد انه العاصمه هي المركز. برج بوغليريج هي المركز الثاني بعد العاصمه. ممكن بجايه تيزي وزو ايضا عن ابا, ولكن المطالب لا نقاش عليها انه الشعب يريد تغيير. مفهوم, وصلت الفكره. شكرا جزيلا لك من الجزائر, كنت معنا دكتور صغور عبد الرزاق استاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر, شكرا جزيلا لك.